ما عرفش شنو كتسنى الكاف ولا الاتحاد الدولي انه يتخذ اجراءات قانونيه حق هاد الكابرانات ما عرفش شنو نسميهم هاد الناس هادو مثيرين فتنه مثيرين الفوضى ما بغيش يلعبوا كره هادو كيستغلوا الكره ماشي فقط الاغراض السياسيه ولكن كذلك الاغراض الاخرى اللي كيعرفوا غير هما ناس امراض نفسيه صراحه مرضى نفسيا هادشي خصو توضع لي حد لان ما نعيشو اليوم كارثه بكل المقاييس لم يسبق لها التاريخ ومثيلا صراحه ما كنتذكرش لا في التاريخ ولا دابا ان شي دوله كدير بحال التصرفات الصهيونيه مع دوله اخرى ولا مع فريق ديال كره القدم كره القدم يعني المفروض خصها تكون هي جميع هذه الشعوب وجميع هذه الانظمه اليوم كنشوفوا ان الناس كيستغلوا ابسط الاشياء وكنا كنلعبوا معاهم البي كانوا غيديروا نفس الشيء وبالتالي فهاد الناس الغرض ديالهم بعيد على كرة القدم وبعيد على راه يحقوا واحد المكاسب وهميه من دابا شنو دابا انا بغيت نسال اليوم واش هاد الخارطه ديال المغرب واش فيها عنابه ولا فيها وهران ولا فيها تندوز الخارطه ديال المغرب ديالنا بلادنا محطوطه تما في التوني ديال الفريق ما عرفتش انا شنو خلي البولفار دروس خلي البولفار واش حنا مشينا لعبنا مع البولفار لعبنا مع الجزائر الخطر ديالها معروفه ما خدينا منها حتى شي متر حتى شي شبر مع ذلك يقول لك لا ما تلعبش خطر ديال بلادك ما غريبه صراحه بحال دابا انت غتمشي مثلا لقطر يقول لك لا ما تلعبش خطر ديال المغرب زعما شي حوايج زعما تافهه حشومه كاع تدار على قضيه ولكن انا كيف قلت في الاول كنحمل المسؤوليه للكاف كنحمل المسؤوليه للفيفا اللي كيخليو مثل هاد اشباه المسؤولين كيديروا بحال هاد الفتنه في كره القدم هادي ماشي اول مره واخا القرار ديال اليوم جاب انه حكم لصالح نادي بركان الفوز 3-0 لكن كنا كنتظروا الاجراءات التاديبيه الفوز ديال بركان هذا ما غنناقشوش فيه ما تحتاجش تقول لي راه بركان غتربح ولكن المشكل هو فين هما العقوبات القانونيه فين هو الجزر فين هو القانون الكاف لسوء الحظ منذ مجيء موتسيبي كتعامل بواحد النوع من ما عرفتش كيف غنسميها ولكن حنان بزاف صراحه حنان في تطبيق القانون عكس المكتب اللي عايش حياته ديال احمد فقد ما انتقدناهم ولكن كانوا كيطبقوا القانون بحذافيره غدير مخالفه غتعاقب والقانون واضح اليوم ملي كنشوفوا انك تربح بركان ثلاثه هذه طبيعيه وكتغمض عينيك على القانون الجزري كيف انك خصك تعاقب هاد الناس ما كديروش نورمالمون القانون واضح هاد الناس ما خصهمش يلعبوا عامين في الكومبيتيسيون افريكان الاتحاد الجزائري وكاع الانديه الجزائريه ما خصهمش يلعبوا في الكومبيتيسيون وهادشي اللي كيقلب عليه الاتحاد الجزائري باش ما يشاركش في كاس افريقيا ديال المغرب اللي غادي تنضم انا ولكن سوء الحظ موتسيبي ما فهمش الرساله وغيخليهم دابا يعاودوا يديروا عاوتاني شي خروقات اخرى هما نهار الحد ما جايش ما غاديش يجيو ودابا غادي غتكون عندنا حاله تعاود وغنشوفوا عاوتاني الكاف شنو غادير لان صراحه كاين واحد شويه التساهل شوية تساهل مع هاد الناس هادو خاص الضرب بيد من الحديد لهاد البسالات واولا كما كتعرف مشكل كبير كان المشكل كما كنقولوا ديال الاسبوع مشاكل عديده تعرضت لها ومضايقات بعثه نهضه بركان الحمد لله كانت السماته كبيره وكانوا الناس مجربين في البعثه ديال نهضه بركان اللي خولات بان بركان ما دخلش تلعب المقابله وهذا بحد ذاته انتصار لنهضه بركان وانتصار للمملكه المغربيه لان احنا كنعتزوا بالخريطه ديالنا احنا ما غاديش بشي حاجه مخبينها الصحراء المغربيه هذه حاجه معروفه اليوم كنسمعوا بانه الكاف خدات القرار ديال الانهزام في الذهاب ديال اتحاد العاصمه 3-0 انا جاني قرار شويه في نوع من الاستسهال لان المشكل ما كانش مع اتحاد العاصمه كان مع السلطات الجزائريه ومع الدوله ديال الجزائر الو كان خصها تكون عقوبات في حق الاتحاد الجزائري وحرمانهم من المشاركه في المسابقه القاريه او موا سنه واحده هكا باش ترجع القيمه للمغرب ويعرفوا دوك الناس بانه راه هذه كره هذه رياضه ماشي سياسه ما خصناش ندخلوا السياسه في الرياضه اون بلوس هذيك خريطه ديال المملكه المغربيه كيف ما كاين فيها حتى شي مشكل هذوك الناس عندهم مشاكل وعقودات تعقدات بزاف في الحياه ديالهم الوغ حنايا بعيدين على هذه المشاكل نتمنوا الكاف من بعد تنزل عقوبات اخرى لانه كجاني استسهال كبير في الطريقه ديال 3-0 وغيجيو يلعبوا الروتور انا متاكد بانهم اتحاد العاصمه ما غاديش الروتور ونهضه بركان كتشق طريقها بسهوله للنهائي وان شاء الله تحرز هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه MDGS نربحوا الرياضه